لازم تنتبه على صحتك. مزبوط. بعدين أنا مو عاجبتني قعدتك هون لحالك. الشجرة اليابسة ما بيأثر فيها الضرب. لا تاكلي أمي. بالليل لما بصير برد هون بشغل هالصوبيا وبدفي البيت كله. ولا تنسى تاخد الدواء كل يوم وطلع غير جو من وقت للتاني، صدقني بترتاح. هلأ مالك فيني أنا أحكي لي عنك. إيه كيفك أنت؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. كله منيح اطمن، لا تاكل هم. جبت لك شوية معلبات من السوبر ماركت ورح جيب لك أكتر إن شاء الله بعد كم يوم. ليش عذبتي حالك ولك بنتي؟ أنا متعود أعمل كل شي لحالي. بعدين من فترة مرق سامي لعندي، أنتوا ما عم تقصروا والله. شو هاد اللي عم تقوله بابا؟ هاد واجبنا. بابا قولي بنتي. إيه بخصوص الأرض تبعك أنت وأمي متذكرة ما؟ إيه من فترة شافها متعهد وبده يشتريها ويعمل بناية عليها، وحكى مع أمي بخصوصها ودفع فيها مبلغ مو سيء، يعني إذا أنت موافق كمان. أمك اللي فاني هالفني ما هيك؟ بموت وما بعطيها الأرض. مستحيل خليها لأمك تتهنى بشقة عمري وتعبي. إيه بس هالأرض مو كلها إلك، وأمي حاطة مثلك تذكر. وإذا لما الله بياخد أمانته أنت وأختك زينة رح تاخدوا الأرض. بابا بترجاك لا تحكي هيك، ما بدنا غير الله يطولنا بعمركم. أنا ما قدرت أقدم لكم شيء مثل أي أب، على الأقل خليني أترك لكم شيء بعد ما أموت. وأمك وقتها حرة تاخذ حصتها وتروح تعمل شو ما بدها. مو موافق؟ مزبوط مزبوط. تمام خلص لا تاكل هم. تأخر الوقت وصار لازم روح، سامي ما عاد إلا يجي. ماشي بنتي. انتبه على صحتك وإذا احتجت أي شيء اتصل فيني فورا. لهلأ ما عم بفهم كيف اتهمني بالسرقة. يا ريت لو متت قبل ما أشوف هيك يوم. خلص لا تقولي هيك، الله يوفقك روقي. مو بقصده، بيكون حكى لأنه معصب. صفاء كيف يعني؟ بنتي اتهمني أنا بالسرقة؟ المفروض هو بيعرفني منيح كل هالسنين وما عنده ثقة فيني. أصلاً قدمتي استقالتك لنشوف إذا رح يقدروا يلاقوا وحدة مثلك. أنا بشوف. خير عمو أحمد؟ لسه في شي ما قلته لأمي؟ كان سوء تفاهم بنتي. أنا متفاجئة كتير. معقول تشك بأمي إنها عم تسرقك بعد هالعمر؟ أمك جوا. إيه جوا ومقهورة. لو سمحتي خليني فوت شوفها وأعتذر منها. صفاء مع مين عم تحكي بنتي؟ فوت البيس. هاي عمو. أهلا وسهلا، ارتاح هون. شكرا. أنا عارفان أني غلطت بحقك. رح أعملكم شاي. ما بعرف كيف بدي برلك الشيء اللي عملته. أنت من حقك ما تسامحيني، لو أنا مكانك ما بسامح. بس أنا جيت لأني بعرف إنه قلبك أطيب من قلبي وبتعرفي قديش أنا بحترمك. بس أنت اتهمتني بالسرقة وهنتني يا أحمد بيك. إيه الحق معك، اللي عملته ما بيتبرر. أنا آسف وصدقيني ندمان كتير، وكل ما بتذكر الكلام اللي قلته بخجل من حالي كتير. بس بترجاكي تسامحيني وترجعي على الشغل وتنسي اللي صار كله. نورا أنا بترجاكي سامحيني بقى وارجعي على الشغل. بس مشان السنين اللي بيننا رح أنسى يلي صار وسامحك.
بس عالشغل ما راح أرجع، اسمح لي. بترجاكي لبقى تخجليني أكتر من هيك نورة. بلاكي شو أعمل؟ والله ما بقدر عالشغل من دون ما تكوني معي. لا تتركيني بين هالشباب ياخدوني ويجيبوني. ما بفهم تفكيرهم ولا كيف بيتصرفوا، بجننوني. رح ترجعي ما؟ طيب أحمد بيك. تفضل. يسلموا يا صفاء. أهلين أستاذ، شو بتشرب؟ أنا جيب لي كاس تونيك، والأنسة جيب لي عصير فريش لو سمحت. إيه علي. ما كنت بعرف إنك بالعادة بتجي لهون. لا أنا ما عم بيجي لهون، بس بدي ورجيك إسطنبول بوش ما بتعرفي. معك موبايلين وما عندي خبر كمان؟ ما بيصير أعطي رقمي الخاص للكل، أو من شان الشغل جبت رقم غيره. حاسة إني شايفتها لهالمرة من قبل. والله جد؟ إمتى؟ مرة شفتها على موقف الباص جنب البيت، وسألتني وقتها عن عنوان، وركبنا بنفس التاكسي. هالغنية بهديها لشخص فقدته من زمان، بس بكل نفس بتنفس وبتمنى شي يوم إنه التقى فيه. هالشخص هاد أغلى من حياتي ومن أي شيء بهالوجود. كل الحكي اللي قلته عني بالمزرعة قدام سوزان رح خليك تدفع ثمنه غالي كتير. أهلا وسهلا سامي. سعيد وين؟ المفروض يكون بغرفته. شوفي شبكون. شو بدك؟ ولك شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ هاته لهون. محيت الرسالة ما؟ ولك رسالة شو هي؟ هات التليفون لشوف انت شو مشكلتك. قول فهمني انت ليش عم تعمل هيك معي؟ على اساس ما انك فهمان عمين عم تضحك. قول امبارح بالمزرعة مين كان في غيرنا نحن الثلاثة؟ ما حكيت شي لحدا، فهم بقى. وانا ما قلت لك كان مين اللي عم بيقول، واكيد مو سوزان. فهمني مين اللي عم بيبعت لي رسائل التهديد؟ ها؟ لك اترك، انت كيف بتشك انه ممكن اعمل هيك شي؟ شو ما بتعرف رقم اخوك؟ عندك تليفون غيره واكيد مخبي بشي مكان، ورجيني. حاجتك جنان يا سامي. ولك مشان شوية مصاري بتبيع أخوك هيك؟ لك بعد عني بقى. أنت يا أخي وأنا مستحيل أني أزيك. ما بأزيك، مفهوم؟ ليش ما عم تصدق أنه أنا ما دخلني؟ خلاص أنت كتير عم تغلط، وعن قريب رح أثبت لك وعد. أنت ليش هون واقفة؟ العشاء جاهز سامي. نجمة سهرتنا بلقيس، شو رأيك بهالمفاجأة؟ ليه جبتها تشوفني هون؟ ليش هيك عملت خليل؟ سوزان قالت لي إنها شايفتك.
ليش خبيتي عني الموضوع؟ مشان شو أنا لازم خبرك كل شي بعمله؟ اسمعي، اصحك تعملي أي شي من ورا ظهري، وإلا بتشوفي شي ما بيعجبك. شو حكيتوا سوا؟ ولا شي، لأنه كنت بدي شوفها بس. ما بتعملي غير اللي بقلك عليه، عم تفهمي؟ وإلا بتندمي على اليوم يلي اجيتي فيه لهون، مفهوم؟ عم تفهمي بلقيس؟ ست بلقيس؟ عفواً ما بعرف إنه عندك حدا. لا، أنا كنت طالع. ست بلقيس، كنتي منورة الصالة اليوم، رح أعرفك على خطيبتي ورح تحبيها، عن إذنك. بتحبي جيب لك شي؟ لا يسلم ايدك. شو عم تعمل ما جيت؟ يلا دخيلك، مرت عمي رعبتيني، وقفتي لي قلبي، عم دور على كاسة. هيك بالعتمة؟ ايه والله بالعتمة. طيب، هاي الكاسة وهاي المي، تفضل لشوف. ايه على غرفتك، لا تترك مرتك لحالها. تصبحي على خير مرت عمي. لا الخير. معقول يكون عارفان اني اخذت سلفي وجاي اشوف وين مخبيتهم؟ قال بده يشرب مي. لسه ما بتعرفني، باخدك على البحر وبرجعك عطشان يا اجدب. وين كنت ماجد؟ لك انضربت على قلبي وقمت اشرب مي، قام طلعت امك بخلقتي. انه شو مسهرة لهلا؟ شو بيعرفني؟ يا حلو، احكي لك حكاية؟ لك قربي لهون، تعي لك، تعي لشوف، يلا تعي بدي احكي لك حكاية. كان ناقصني يجي واحد اجدب ويشاركني كمان. ايه ما فشرت؟ شكراً على السهرة. أنا يلي بدي أتشكرك. تصبح خير. وأنت بخير. سوزان، هذا التليفون بدل اللي ضاع. شكراً كتير إلك سامي، بس خليل اشترى لي واحد. شو قلتي؟ انت كيف بتاخدي اياه؟ كيف بتقبلي هديه من خليل؟ ما بيصير. ليش لحتى ما يصير؟ يعني مو رح يصير خطيبي؟ سامي؟ امتى اجيتي من سهرتك سوزان؟ شكرا على كل شيء سامي، تصبح على خير. عمي اليوم المساء عاملين حفلة صغيرة لزينة، يعني حفلة عشاء بمناسبة زواجها، وأمي أكدت علي مشان أعزمك. يا بنتي أنا حضرت الكتاب، عفوني من هالسهرة. معقول نعمل السهرة بدونك؟ إيه بنتي عادي، أصلاً أنا راسي بيوجعني من أجواء الحفلات وصوت الموسيقى العالي. سامي انت رح تجي على السهرة ما؟ عندي كم شغلة بالأول، روحي انت وسوزان وأنا بلحقكم.
بس أنا عندي دروس لازم أحضرها لبكرة. روحي بنتي روحي، بكرة بيقولوا قصدها ما بدنا نحضر. صدقيني رح تتسلي، السيد خليل معزوم. سوزان دقي له بتليفونك الجديد وخبريه. والله هالخليل شاب كتير مزوقة وأكابر كمان، جاب لها لسوزان تليفون هدية. شوفي لزوم ليجيب لك هدية. عمي هو حاب يهديني اياه، وأنا بصراحة ما كان بدي بس خجلت. شوفي يا عمي، يعني هن بعد فترة رح ينخطبوا، طبيعي يجيب لها هدية. لا تزعل لسوزان عمي. يا روحي شو زعلت لما شافت الست حورية مبارح. ما خبرتكن انه حورية اجت وزارتنا مبارح؟ ليش حورية اجت لهون؟ اجت مشان تشوفني، ما في شي تاني. هالمخلوقة فيها الخير، اهتمت فيكي وانت صغيرة وكأنها امك، وبعد ما كبرتي ضلت تسأل عنك، وانت كمان لازم تضلي تطمني عنها، وانت سامي بتشوف طلباتها. لوين رايح من الصباح؟ شو رأيك؟ ضل حتى يجوا يقتلونا؟ عم استناك على الفطور. خير سعيد؟ مين اللي عم يبعتلك مسج من الصبح؟ مين بده يكون يعني؟ منال. ألو، كيفك منال؟ إيه هو هون؟ لا ما قدرنا نأمن ولا ليرة، ما عنا حل غير إنه نهرب من هون. عن جد؟ رح تعمليها؟ اي شيء بتحتاجي، اي شيء بيخطر ببالك، لا تستحي تطلبي من سامي او مني انا. ماشي؟ ولا يصير شيء رسمي بينك وبينه ما بتقبلي منه هدايا، فهمتي؟ تمام مفهوم. يلا سامي، بشو صفنا؟ ما في شيء بابا، بس كاني لمحت حدا ركض. لك ابني شو قصتك؟ صار لك كم يوم وعلى بعضك، صاير معك شيء؟ انا منيح بابا، لا تاكل هم. ما رح أسمح لحدا ياخدك سوزان، انت إلي فهمتي؟ كم يوم ورح ترجعي لي، انطريني. يي أمي، شو بكي مجهزة حالك هيك؟ لوين طالعة من الصبح؟ أنا الصبح عم تحكي عنه؟ ها؟ ليكي شوي بتعتم الدنيا. ايه شو بك أمي؟ لأنه عندي وظيفة ولازم فيق يعني. لكن قولي لجوزي خلي يروح يشوف له شي شغلة. ايه خلصنا، شو بدك منه هلا؟ ولك تخيلي انزل لمستواه، اوف بدي روح شوي لعند اختك وبقلك شو تعملي، قلي له يحرك طوله ويدور على حدا يشغله. امي روقي بقى، لسه ما قلنا غير يومين بس. انا ما بفهم، واذا يومين لازم يروح ويدور، بكره بيجيكم ولد وبتعرفوا مصروفه، فهميني شو رح تعملوا وقتها؟ يا رب. صباحو، كيفك؟ مشتاقه. وكيف اليوم مرت عمي الحلوة؟ والله حليانة كتير، شو القصة؟ هذا اللي شاطر فيه. ايه شو بدي قلك، اليوم المساء بدك لبسيني قطعة ذهب. ها ذهب شو يا روحي؟ ذهب. ولك انت بدك حجرة هالقد قدها فجل لك راسك فيها واعمي لك قلبك، هذا اللي كان ناقصنا آخر عمري. طيب بلا هي مرت عمي، هدول المصاري تبع الأرض عوض ما تحطيهم تحت المخدة، شغليهم تحت المخدة. ولك انتو مصرين تجيبوا لي الجلطة تحت المخدة؟ أمي هو من وين جاب هالحكي؟ يعني تحت المخدة؟ مو هيك قصدي، إذا معك مصاري بدل ما تخليهم بالبيت من زوزق لك يا هون. تعرفي لو أمك تعطيني هالمصاري والله اللي جبت لقدهم 10 مرات بالبورصة، 10 أضعاف.
بس قليلة طلعت عن جد مخبيتهم. وين راحوا المصاري؟ وين اختفوا؟ اسمع فياض وافهم شو رح اقول لك. انتبه منيح لانه غلطه وحده بتروحنا اثنيناتنا. خلاص فهمنا. كم مره قلت لي هالحكي؟ يلي معرض للخطر هلا هو انا خليل وبدي نص المبلغ. خلصني خدو، انا اخر همي المصاري. شو لكان غير المصاري؟ سامي اللي بهمني هو والعيله. انت شو مشكلتك مع هالعيله؟ قصص قديمه مو مهم. اسمع هلا خلينا بالشغل واترك الحكي كله. فياض رح نراجع الخطه بالتفصيل. لا تتأفف، طلع فيني. ليك بتتاكد انه ما في حدا وبتتحرك؟ تمام. واهم نقطه واللي ما لازم تنساها، سمعني شو هي؟ تعليماتك كلها لازم تتنفذ بالحرف الواحد. تمام. هذا هو. ليكي حلو مو؟ يعني شو في هذا؟ ها؟ خدي يلا. شو هالفستان هاد أمي؟ معقول بدي أطلع فيه إذا بشوفني سامي بخانق؟ ييلك بنتي ليش لي خانقه؟ صدقيني على اللبس رح ياكل قطعة من جسمك. بس يشوفك سامي رح يجن جنانه، مو مثل ما أنك مفكرة. صحيح هو مجنون بكل الأحوال. أحوينتو. ما بلبسه. تصطفلي خليكي أنت وإختك مثل الجدبان وراهم. يا ترى عثمان رح يجي على العشاء لحاله؟ ليش عزمتي؟ شو بده يجيبه لعثمان؟ وليش لحتى ما عزمه؟ الزلمة مليان مصاري رح ينقط إختك. بلكي بيجيب لها شي قطعة ذهب يعني. أنا رح أخده. عن جد مجنونة. حبيبي أنا كتير عم أشتاق لك. شو رأيك بلا ما نضيع وقت؟ خلينا نبلش بإجراءات الزواج ونخلص. ما بدي يكون بطني لحالي، الفستان ما رح يزبط. وأنت أكيد ما بدك تشوفني بهالمنظر. خلصنا لا تبلشي منا. روق ولا تضايق حالك يا عمري. خلص أنا رح أعمل كل شيء. إيه؟ من الصالة لكتب الكتاب وغيره. يعني رح نعمل حفلة زواجنا على الضيق. أنا رايح على الحمام. متأكدة إنك حتكون أب غير شكل. بتشوف. سوزان صفاء امشي. دقيقة كيفكن اليوم يا حلوين؟ مناح، كنا جايين لهون لنشوف رفقاتنا بس ما رح يجوا. يلا سعيد ليكو معي، قعدي لخبرك شو اتفقنا بعدين بتروحي. صحيح بابا معند وما بده يبيع الأرض واحتمال يرجع بكلمته، لهيك انسي هالقصة. ليش لحتى ما يرضى؟ خلصينا يا ليكون نسيان انه قلي نسبة فيها. عم يقول بس يموت انت بتاخدي حصتك. ما رح استناه يموت، فهمتي؟ امي ايه؟ انت داخلة جمعية يعني؟ وانا شو بدي بالجمعية؟ شو المناسبة؟ طيب مصاري العزيمة منين؟ عثمان عطاني دفع منه، مبسوطة؟ لا انت عم تمزحي مو؟ بابا ما رح يقبل يبيع، روحي راجعي المصاري. لا صعب، كثير صعب. صرفتيهم كلهم ما هيك؟ عطيت المطعم قسم منهم، ما رضوا يحجزوا لي طاولة. يا الله شو كان إلى طعمي هالعزيمة كلها؟ شو إلى لزوم يعني؟ كيف يعني شو إلو لزوم؟ حاجة لك ما بكفي إنه ما عملنا العرس؟ المفروض نعمل عزيمة للناس مشان إختي. خلي هالناس يطقوا، أصلا شاهي أنت ما دخلي. يلا امشي خلصيني تحركي. سعيد شوف مين اجى يقعد معنا. عزمت الصبايا على فنجان قهوة.
شو عم يصير هون؟ شو جابك سوزان؟ فهميني شو قلتي لها؟ حبيبي خلينا نخبرهم على شو اتفقنا. اتفقنا انه رح نبلش باجراءات الزواج، ما عاد نقدر نستنى ونحن بعاد عن بعض، ما هيك حياتي؟ عود معنا. ما بدي اقعد. بدكم تتجوزوا؟ الف مبروك ان شاء الله، مو مستغربه. وانا كمان رح اتجوز عن قريب، حتى احنا خطبنا ولبسنا الخواتم. شو حلو. يلا صفا، صحتين وهنا. مبروك. ميرسي. شايناز والله مو حلوه بحقنا. طيب روحي اقعدي معه، شو بيصير؟ عيب بنتي. يا الله عيب بنتي. لك انت شو صليت؟ معقول نتركه يقعد لحاله؟ لك اتحركي شايناز، خلصيني. صحتك يا اختك. اي اهلين شاهي. لا تاخذني عثمان، التهيت بالمعازيم شوي، ما ملت. ما معقول شو هالحكيات؟ جو السهرة ولمة العيلة ما بيمل منها. وانت طالعة بتجنن اليوم. من ذوقك. لساتك خجولة ما تغيرتي. تتذكري عرس رفيقنا اللي حضرناه أنا وياكي من زمان؟ عملت المستحيل لتقبلي إنه نرقص، وضليتي قاعدة طول السهرة، وكنتي كتير حلوة. شكرا. زوجك ما رح يجي؟ بده يلحقنا بس عنده شغل. مين هالبنت؟ هاي بنت عمه لزوجي. حلوة ما؟ ايه بس مو بحلاوتك. ان شاء الله ما ننحرم هالطلة. عن جد طالعين بتجننوا ما شاء الله. من ذوقك. تفضلوا. تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا. مرحبا. اهلين سوزان. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. مرحبا يا عرسان. مبروك زينة. شكرا. بارك فيك. العفو. تفضل. ايه شوفي شاهيناز، قلت لك بخلص شغلي وبجي. ايه سعيد معي منجي سوا. لوين بدنا نروح؟ اسكت ولا تسمعني صوتك. حبيبتي سوزان، قومي ورجينا رقصاتك الحلوه. ما بدي خالي لو سمحتي. يا روحي معقول هالحكي؟ شو يعني انت جاي على سهره ولا على تمساية؟ يلا يا روحي. خالي بيسان لو سمحتي ما بدي ارقص. الله يكون بعونك يا سيد خليل على هالبنت، كانه راسها اي بس من الصخر. مو حلوه البنت تكون عنيده. بالعكس انا بعشق عنادة بيسان خانوم. ايوه امي. عثمان بيك اهلا وسهلا فيك. ما بقدر اوصف لك فرحتي بتشريفك لنا اليوم. اهلين وسهلين. شكرا كثير والف مبروك مره ثانيه والله يهنيك. الله يبارك فيك. شكرا كثير. هلا بصراحه شغله انه الله يهنينا موقفه على كرمك عليك. يعني علي انا؟ اي نعم. كيف بدي اشرح لك؟ شو الزواج بمفهومك؟ يعني السعاده، الحب، الصحه. يعني هدول ضروريين كمان، بس بالاخر في اهم هيك، المصاري مثلا. يعني ضروري بهالزمن تتوفر المصاري لتكون الصحة والحب بخير كمان، ولا شو رأيك؟ بصراحة مرت عمي يعني ما بتفهم بأمور السوق، ولا صار في عندها رجال واقف جنبهم، فمن اليوم ورايح أنا رح كون مسؤول عن كل شيء بخصهم على الأغلب. شي حلو إنك تهتم ببيت عمك هيك. إيه هلأ إذا أنا بدي أعتمد عليهم بقصص تجارة وغيرها، العوض بسلامتك بروح الخمير والفطير. يعني أنا قصدي من الحكي إنه الأرض، وبخصوص سعرة فياريت إنه تحكي معي أنا بهالموضوع. عن إذنك سيد ماجد. لحظة بس أنا ما خلصت. يلا قوم نرقص. يا سلام. أيوة يلا.
اجينا رقصك لشوف. وين كنت انت؟ تعال هون لشوف شو كنت عم تلتلت. لا تكون بدك تمشي. شو امشي؟ لا قاعد. معقول اترك هالجمال كله وروح؟ يا ترى زوجك بيعرف قديش محظوظ لأنه عنده حدا مثلك؟ آسف لأني تعديت حدودي. خليك بالسيارة. لوين رايح؟ مو شغلك مفهوم؟ فياض اسمعني، ما بتتحرك قبل ما يروحوا، بتجيب المصاري وبتجي. انتبه لا تورطنا. تمام. لا تقلق. لك هدول شو عم يستنوا؟ ليش واقفين؟ لك شبك فياض، طول بالك شوي. عم تفهم؟ شوف انا لازم روح هلأ، خبرني شو بيصير. طيب هي ما حدا اجى لهون واخذ الشنطه، يعني لو ما كنت انت ورا هالالعيب هي كان اجى حدا واخذ الشنطه من محلها. شو عم تقول؟ اي الالعيب هي؟ كيف بتتهمني اني عم اذيك وليكني جنبك انا؟ انزل سعيد. وين بدي انزل؟ شو صار لك سامي؟ عم اقول لك انقلع. عن جد عم تحكي؟ ما بيشرفني اخمت لك. يلا روح. رح يجي يوم وتعرف انك كنت غلطان، وقتها ما رح سامحك وما رح انسى اللي صار. عن جد انت مالك طبيعي. انا اللي ما بيشرفني اكون اخوك. مبسوط حبيبي؟ يا اكيد. وانتي؟ اي كتير. طبعا لاني معك. امي سامي كتير تأخر، مشغول بالي. ليش وين راح سيادته؟ اساسا لو عامل لك قيمة كان اجا. اطمني خلاص ما بقى يجي. شوي شوي. شو عم يتحرك كأنه؟ ايه؟ تسمحي لي بهالرقصة شاهي؟ ايه طبعا طبعا بترقص. يلا بنتي. يلا يا روحي. يلا قومي. يلا كرمالي قومي. قولك تسلمي لقلبي. مرحبا مرحبا. لا أهلا أمي، قومي رقصي قومي، كتير حلو العشاء، خلينا إياكي.
نقعد مو؟ طبعا. اهلا وسهلا سامي. انت ولا شو هاد ولك؟ ولك مين مفكرين حالكم لحتى عم تضحكوا علي؟ انا برجيكم ولا وين المصاري ولا؟ وين المصاري ولا؟ ولا عم تضحكوا علي ما هيك؟ ولك انا ما حدا بيضحك علي فهمان؟ انا بورجيك. جيت على قبرك برجليك. انا بورجيك. كانت سهرة كتير حلوة. ايه والله يا ماما شكراً كتير إلكم. عديلي بدي اطلب منك توصلنا على موقف الباص. شو بك؟ باص شو صهري؟ شو هالحكي؟ هلا بناخد تاكسي. ما بتصدقوا قديش تعبانة قد ما رقصنا. والله مو حاسب رجلي. مرت عمي كيف بدنا ناخد تاكسي؟ انا ماني حامل مصاري. بنعطيش قطعة ذهب يعني؟ كنا نحن بنوصلكم بس سوزان رح تطلع معنا بالسيارة ما رح يساعد. الأفضل نطلب لهم تاكسي. لا لا شو هالحكي، أنا بوصلكم بسان خان. تفضل تفضل. شكرا كلك ذوق. العفو. ألف مبروك. شكرا سوزان. عقبال ما نفرح فيكم أنتوا الاثنين. شدونا همتكم بقى وجهزوا بيتكم بسرعة، بدنا نفرح فيكم عن قريب. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا بنتي باي باي. الله معك أمي، مع السلامة. تشرفت بمعرفتك سيد سامي، كانت سهرة كتير حلوة. شكرا لكم. ونحن منتشكرك عثمان، تشرفتنا. يلا شاهيناس. بالإذن. يلا سوزان بتصل فيك. ماشي يلا تصبح على. الله معك شاهيناس. وينك فياض؟ رد على التليفون. كتير ضايقني سعيد، خلينا نقول زعلي ما بيهمه، بس امي وزينه مالهم خاطر عنده. طيب ليش ما اجا؟ هنن ساعتين، شو هالشغل اللي عنده؟ ابصر وينه. ليش ما حكيت معه سامي؟ كان لازم تجيبه معك، لانه عن جد زعلوا. وانت عم ترقصي ليش ما حكيتي معه؟ ولا ما كنتي فاضيه وقتها؟ هلا شو دخل هالشي بموضوعنا؟ أنا رقصت معه من باب الواجب مو أكتر. خلص شاهيناز، هالموضوع منناقشه بس نوصل على البيت. يعني إذا شاهيناز ما رقصت بالسهرة مين بده يرقص سامي؟ لأنه هي أخت العروس يعني، ومو حلوة ما تقوموا ترقص مزبوط؟ لو سمحتي ما تتدخلي سوزان. أصلاً ما حدا انبسط قدك بهالحفلة. أنا انبسطت؟ إيه انبسطتي، طول الوقت لازقة بخطيبك وماسكة إيده وعم تحكوا وتتغازلوا. فيكن بقى تخلوني أعرف سوء؟ لك مو حاطين فيها مصاري، معبيين شوية ورق جرايد بالشنطة وعم يضحكوا علينا، بس مو مشكلة حسابن عندي. أصلاً خطفت له أخوه لسامي وهو معي هلأ. يا أنا يا هنين لسه ما بيعرفوا مين فياض. شو قلت حضرتك؟ لك أنت مجنون صار لعقلك شي يعني؟ ما قلت لك بتسألني بأي شي بتعمله؟ اتركه وهرب من هونيك فوراً، ولك بلكي شافك وبيجوز يعرفك. هي لا تخاف، شو مفكرني غبي؟ سكر له عيونه وهلأ الواطي ليك ومغمى عليه. ليك لا تحاول معي.
ما خطفته على الفاضي وما رح اتركه قبل ما اخذ حقي. عم تفهم فياض؟ فياض لا تجنني. شوف اللي فورا وين انتو؟ اللي وين وخلينا ننهي هالشغله قبل ما تورطنا. وانا بشو بدي ورطك بالله؟ ها؟ اذا خايف وبدك تتراجع انا بكمل بهالشغله لحالي وما رح انسحب قد ما حاولت.